نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد ومن أجل ضمان صحة المواطنين، بادرت مديرية التقاعد في المثنى بتجديد إجراءات التباعد الاجتماعي بنشر الملصقات التوعوية الصحية التي تهدف بحث المواطنين بضرورة الالتزام بها أثناء مراجعة إنجاز المعاملات. قامت مديرية التقاعد في المثنى بنشر بوسترات توعوية وعلامات للسلامة الوقائية حفاظا على سلامة المتقاعدين والموظفين في نفس الوقت، وبالنظر لمراجعة الأعداد الكبيرة التي تراجع دائرتنا نقوم بنشر بوسترات وتعقيم من الاستلامات إلى مراجعة الأقسام الأخرى. لقينا بالبداية أنه أكو شوية نوع من الصعوبة ويا المراجعين، بس بالتدريج بالمتابعة، التعفير دائم موجود، التعليمات دائما موجودة، البوسترات من البداية موجودة التعليمية. وأصبحت الكفوف والكمامات جزءا من حياة أغلب العراقيين، لا سيما أن تعليمات خلية الأزمة ألزمت الدوائر بضرورة تطبيقها من قبل المواطنين أثناء مراجعتهم للدوائر الحكومية، والذين رحبوا بالفكرة حيث نالت استحسان الجميع، مؤكدين أهمية تعميم الفكرة على جميع الدوائر الأخرى. تدخل الدائرة وكأنه داخل المستشفى، تعقيم وكذا، رائحة تعقيم، التزام موظفين أشوفهم أيضا ملتزمين، الناس أغلبها لابسة الماسك ولابسة الكفوف. المواطن اللي يدخل يعني لابس كفوف، لابس كمامات، أهم شيء يحافظون على سلامة البقية. بالنسبة للدائرة، هاي دائرة يعني كل زينة، أنا خلا أعرف فيها حد جاي راجع وامشي، بس يعني أنا نشكرهم. احنا نطلع من الباب أول ما تدخل إلى ما عندك، هم من عندهم يطونك. الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية وتجديد إجراءات التباعد الاجتماعي بلا شك يسهم بتقليل الإصابات، وهذا ما يقع على عاتق المواطنين من خلال وعيه وإصراره على هزيمة فيروس كورونا. تجديد الإجراءات الصحية والوقائية ونشر الملصقات التوعوية هو ما عملت عليه مديرية التقاعد في محافظة المثنى بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي من أجل ضمان وصحة الجميع. لبرنامج فنجان صباح، علي كريم، المثنى.